98 يمكن عندي. كيف كنتوا بتسكنوا كنتوا بتسكنوا انتوا والبيت عند بعضكم؟ كيف يعني كيف العلاقه معكم انتوا وال الحرار والسمر؟ يعني قصدي الحين بيقولوا لنا يا عبيد يا عبد، هذا عبد وهذا عبد، واحنا بالنسبه للحرار احنا العبيد ولا حاجه، هم الكل في الكل. عارفين ناس يوم عبيد ما برد عليهم. العبيد يعني صعبين منهم وصعبين بس محكومين هون. الحين حرية انا عمي حباب من ابو حباب. طيب ايام زمان كنت انا البيض بجوزه هذا البيض بجوز السمر العبيد الحرام الحرام لا يقولوا لا يعني قطر تطلب وحدة بيضة ايش بيقولوا لك؟ كيف يعني؟ ممنوع؟ ما لا 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 في البيع من زلمة بعليه اول عادات وتقاليد زي ما بيقولوا. ليش مثلا؟ ليش؟ هذا التكبر تكبر حرام التكبر. بس من اللي يكبر؟ من اللي يعني بتلقاه بيصلي شيخ بس ايش عند الحجاج جيت تتجوز عنده ببطل الدين. هو بيدعي لدين الاسلام وبيقول انه ما في فرق بين الاسمر والابيض. بس فاهمين فيها الا بتاع صوف لا ما دفك كيلاش خورا لانه صرت بيحكي عن كيلاش خورا صرت بيحكي عن فيديو مشهورين بلي فرع. طيب اختار الرئيس البلدي صباح الخير اول شيء. صباح الخير. شكرا انك اعطيتنا الفرصه يعني نصور بشا هذا. اول سؤال ايش بتعرف عن تاريخ السمر؟ اول شيء حياكم الله وسهلا فيكم. حياك. وبشكركم على المبادرة وعلى الخطوة الطيبة على أساس في مجتمعنا العربي في الجنوب، وجمعية خطوة للأمام تعمل من أجل أبناء رهط، التربية والتعليم، مستقبل رهط، وموضوع شيء اسمه سمر وبيض أنا ما بعرف. أنا بعرف أن كنا عرب، أنا بعرف أن كنا عرب إسلام، إحنا كنا عرب إسلام عايشين باحترام متبادل، عايشين بمؤاخاة. سمر زي ما بتسألي هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الرهطاوي العربي الإسلامي. طيب حسب رأيك بتابع شوف في عنصرية عند السمر من كل الأنحاء يعني في كل الجنة؟ ما أنا شايف عنصرية ليش؟ أنا مسلم وأنت مسلمة، صح؟ أنا عربي وأنت عربية، أنا بحكي نفس اللغة وأنت بتحكي نفس اللغة، أنا أنت بتجامل أنتوا بتجاملوني وأنا بجاملكم في الفرح وفي الكره، فما أنا شايف أي عنصرية. صح. إذا بتتذكر قبل 4 سنين كان في واحد اسمه رشاد العبيد اللي هو جوز مع واحدة بيضة، والبارو إيش إنه يطلقها والحين هو عايش برا البلاد وهو مهدد الحين في الكتف. ده شايف الموضوع حلو. بس عشان أصلاً. هو تجوز واحدة بيضة. سؤال ثاني. لا انا بجوز بعرف شوي عن القصه هذه، واحنا في ليره واحد، احنا مسموح لنا نتقدم، مسموح لنا ان نتطور، مسموح لنا نعطي المراه دور هي، بس عاداتنا وتقاليدنا ممنوع احنا ننساها. بس الشيء هذا بس لا بس لا بنقض القانون البيئي. لحظه اصلا عاداتنا وتقاليدنا ممنوع ننساها. انا بشر على السؤال، انا ما في عندي مشكله من ناحيه اسمر وابيض، انا عندي مشكله من ناحيه ان انا لما بدي اتجوز في عادات وتقاليد. لا يمكن ان انا اوافق ان مثلا وحده او واحد ياخذ حاله ويتجوز وياه بدون موافقه اهله. صح. بدون انا مستعد اعطي المراه كل الطرق الاساس انها تتقدم وتتعلم، ولكن في اشياء خطوط حمراء. تقدر تتجوز بيضه وسمره ما عندي اي مشكله.
وبيتجوزوا بس طريق الباب مش طريق الشباك. حتى ما سمعنا النجاح يعني من الباب مره مرتين و... بريع ناس كل الامر هذا يعني. انا محافظ جدا يعني بالنسبه لي البنت هي يعني هي بيسموه زي ورقه الدخان، كل شيء بيقدر يمس فيه. لازم تكون محافظه على كرامتك زي القزازه. القزازه لا بالعكس، ورقه الدخان اللي بنلف بها سيكاره يعني كل شيء بيأثر فيه. لازم نحافظ على كرامتنا. هلا البنت كانوا يعني بالمره ليش؟ لانه اسمر. ايش فيه اسمر؟ من فين؟ اذا بنتك مثلا ودك تتجوز واحد اسمر ايش بتسوي له؟ ببارك اللي هي ومبروك. لا تبقى بكره بشيء. عنده اولاد ما لا عندك بنات؟ ما خلي عندك. انا بشيء اخوي يخطب معناتها. هلا سيئك. بساده ها وزيت اتصرخ كيلو لا وكمات لا لا انا قبل زي ادو باش ما مغلي قبل اتكفت له بعين صار انا تط اما تو تخمي كان تخلى اخذ اوتو كيلو لا كان رايتم بسدر رايتم تو بوت مون قام شتخين نمشي فاتم لفتوح خطيه. الحين وين المفاجاه تبعتي؟ المفاجأة تبعتي كان ان كل الواحد يعني خلينا نقول زي ما بيقولوا ابيض فالنقب كلهم وقفوا مع العيله هذه وكلهم بعرف يعني قديش ناس قالوا يعني بايش المهم هذا لا يكري ليش؟ خافوا ايش؟ ان يصير تقديم. هذا بقول لك بكره من عيلتي هذا يتجوز. بالرغم من اني يعني حسب ديننا وحسب يعني هذا شيء كلام تافه يعني تافه. من واحد يفكر عليه ليش عنده بيعتقدوا له؟ بيقول لك هذا عبد. كيف العبد ياخذ الحره؟ يعني يا ريت بيقولوا العبد يعني يا ريت يقولوا كيف الابيض ياخذ الاسمر ياخذ البيضه، كيف العبد ياخذ الحره؟ ف وناس حتى اللي وقفوا ضدي يعني هاي المفاجاه الاكبر واكبر انه ناس من قاده البلد يعني ناس اللي اليوم اللي هم كلمه في البلد اللي هم لازم يكونوا قدوه والله اشكر خبر يعني وقفوا ضدي اشكر خبر وجيب بيقولوا لي عادات وتقاليد. هذول راس الافعى. راس الافعى. زي شمشري رشيد عبيد يعني اسم العيلة يعني عبد عبيد يعني انت عبد زي بوكي بوكي عم بيهربي بوكي بيهربي ما زي عبيد ما زي عبيد شو موريك وريت شمشري الخامر رشاد احمد العبيد ما زي يا لو عرفت شاف خاطي كرة شمشري انا شريت شمشري عاد خشاب انا مخكي راك لاسر اخوت انا شنو رشاد ابو رمضان هي الاخذ الشوط احنا نشوف شو انا بخيت خير النار العودي تدعوا انك تصور بس الشمس صورت معك ايش فيني زيك مو صارت فيديو شو خسر على تسمو زي كون خلات بزخريني يفشل شكوك تمام عاد اخشاب اني رويت ابو رويت التساعدين شل ابو خاش نخنس تم اتخاذات المشترى اني اخول دميان اني عاد اخشاب يخول دميان قام بقديم شي قام ماشي تلوفيش ولايك ولاي لك اخلا نخطي شعال البخوت كودم هيا بخي مار يعني بخي خبر كمو يرد كتان شي رتسي خلاف بقلو بخي شي ولاي خطي شعال اتيفشتي بيتي افشاب بيلو مايم اكل امرت لها خد في خلاك تسمعي كاخا زي مشكراني هيتي مخلاخ لقريش في عديفش تخزي له لورايخ لمنوع شفيخات دميم از رايك ده مش بخاش لها شام رايتي خيكولا كان خيكولا كان لكاخا زي تا مش بلهم زي تا سمخة مش بلي زي تا كملو زي رتخ مش بلي زي رتخ مش بلهم زي كيف كيلو نتخنو تا عبد زي 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 القشاني ده
زار قشا يقيد ولا يقيد زار قشا نتاعنا تعبد. אני מקווה שכל העצב הזה יהפך לשמחה, שיהיה שינוי אינשאללה. אני מקווה שאנשים שילמדו לקח מהסיפור שלי. المشكلة والله مش عندهم، المشكلة عند الصبر. المشكلة عندنا احنا. المشكلة عندنا احنا. أوكي ليش؟ لأن ما بصير أنا مثلا أنا قاعد بقول والله هذا عادات تقاليد خلص، عادات تقاليد بقول أنا الأسمر في القاع، لا. لازم أقف، لو عرقبتي لازم أقف.